لأن هذا كان قرار للسيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أن ألجي سادوفيان أوب. أن أوب سي كوا أوب؟ أوب سي با مطار مسوق مليح إلى آخره. أوب سي دي كونيكسيون. كي تجي للجزائر واش تدير في الجزائر؟ باسكو سوفون ما تجيش للجزائر باش تجي للجزائر، ولكن تنزل في مطار تاع الجزائر باش دير اون كونيكسيون سور دوت كونتينون، سور لازي بالنسبة للصين، بالنسبة لدبي، دوحة إلى آخره، تركيا. كوم اون بو فار دي جونكسيون فير لوروب، تجي من افريقيا توصل لمطار الجزائر باش تكمل اوروبا، تجي من لوروب دو لاست كيما حاليا فيه يعني دي فول من موسكو للجزائر، ومن الجزائر كان بعض المواطنين اللي يجوا من هذا يعني الواجهه باش يروحوا لاوروبا، كاين فير لاميريك داكور كيما فير لو كندا. نظن العمل كبير لان قرار رئيس الجمهوريه قرار يعني في مستوى طموحات البلد والقدرات تاع البلد. اون بو دوفونير ان اوب. لو اوب سي دي جونكسيون، مي لو اوب اوسي سي دي سيرفيس. لان لما يجي عندي انسان انايا ويدير ان ترانزيت ويقعد ربع سوايع، واش هما الخدمات اللي نقدر نقدمها له حتى يبقى يختار هو بنفسه مطار الجزائر وما يختارش مطار اخر؟ سي سا رئيس الجمهورية دا قرار، ولكن احنا واش رانا نديرو باش نجسدو قرار رئيس الجمهورية حتى يصبح حقيقة؟ اون دوا سو موبيليزي بور اوفري لي ميور سيرفيس او جون كي ترانزيت بار لايروبور دالجي.